سيدي المعلمين اتفضل. 7000 جنيه، عايز كرتونة أصرفها والباقي عندي. هتبقي 7 يا علي؟ كتير حبيبك عليس يا معلم، تقول له لأ؟ ماشي. زلطة عمر يا معلم، تعالى هات كرتونة سبعات من اللي جوه. ماشي يا معلم. تشكر يا معلم. ارفع الغطا اللي على القعدة وخد وجبك. يدوم كيفك يا معلم. الدنيا لبش بره يا علي، اقعد لما الدنيا تضل. لبش ايه ده يا علي روي؟ سلام يا روي. سلام يا علي. ايه ده؟ انت جايب ايه؟ شوكولاتة. لا عسل. ايه؟ دوختك. ده الشغل يا حبيبتي. حشيش. طب ما انا قلت لك شوكولاتة. نقطع منه نبيعه نشرب منه وننبسط. بس ده كتير، هنبيعه لمين؟ فين؟ ما تخافيش، ما فيش اكتر من حشاشين في البلد. زي ما انت. ايه يا ابني ده كله؟ مش لما التاجر تدخل اللي حصل يا معلم؟ شفت يا اخويا علي راح بيقول للحكومه ساعه ما اتمسك ان البضاعه خارجه من عندي. امال ايه الحكومه جت لي ليه؟ لا التليفون اللي جالنا خلاها ننضف المطرح، كنا زماننا اتلطينا. ماشي. ماشي يا معلم. ماله شهر؟ افتح يا فوكس. حاضر يا معلم. سربة. بص يا زلط حاضر. يا ابو هناء. يا ابو هناء. بتسلم علي يا ابو هناء؟ ما حصلش. اهدى كده وافهم الاول. اقعد يا راشد. علي اتقبض على ايه؟ نصيبه كده. الله، ابن عمك قال للحكومه ان البضاعه خارجه من عندي، يبقى انا اللي ليا حق يا راشد. حق ايه؟ انا قايل لك في مصاريف ومحامي، مش ده الراجل بتاعك؟ مصاريف ومحامي ايه؟ لا لا لا، ده كلام فارغ. ابن عمك باعني، اشتريها انا؟ الشغلانه بتاعتنا دي يا راشد محتاجه راجل. وابن عمك طلع عجله. تمام. اقعد يا ونش. خد على خطه. سلامة خطه. برضو قفل تليفونك يا حسن. يا عسليه، هما فين؟ انت اللي كنت فين؟ وانا لازم يعني اكلمك 70 مرة عشان تيجي؟ عاجبك اللي علي عمله فينا؟ يرضي مين ده يا راشد؟ ماشي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا علي.